في ملاح جديد تعيشه مصر وليس نقابة المحرمة. مصر الآن تعيش في مناخ حرية ومناخ نتوقع بإذن الله تبارك وتعالى أن يتم فيه رفع راية العدل لكل مواطن مصري قبل كل شيء. فنحن شعب يئن من ظلم على مدار عقود طويلة، ونحن أحوج ما نقول ونحوج ما نشتاق إلى العدالة. الشعب المصري يتشوق للعدالة ويتشوق للحرية. هذا هو المناخ، نحن في مناخ فتحت فيه كل الشبابيك وارتفعت فيه كل الأصوات، ويبقى أن ترتفع راية العدالة. العدالة في مصر الآن تمر بمرحلة هامة ينبغي أن نعمل جميعا على ترسيخها. قبل أن أتحدث عن نقابة المحامين، يهمني أن أتحدث عن العدالة لأنها تؤرقنا. ونحن اليوم عندنا في دار القضاء العالي في الاستئناف قضية نظر رد محاكاة رد الهيئة التي تحاكم الطاغية حسني مبارك وأعوانه. في هذه اللحظة التي نجلس فيها سويا، الدائرة سوف تنظر طلب الرد للمستشار أحمد رفعت. ويعنيني قبل أن أتحدث عن نقابة المحامين، لأن نقابة المحامين جزء من الوطن وليس الوطن كله، يعنينا أن نتحدث عن أمر الوطن، لأن نقابة المحامين كما قيل وكما كانت قلعة الحريات ودائما كانت سباقة للدفاع عن كل قضايا الوطن. ونحن اليوم على المحك في قضية تهم الوطن كله، ألا وهي قضية محاكمة مبارك. ومنذ أن أسند إلى الدائرة الخامسة جنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت نظر قضية محاكمة حسني مبارك وأعوانه، والشك والريبة تبتاب كل من يعرف هذه الدائرة وتفاعلها مع القضايا. لكن يعنينا أنه منذ المحاكمة كان هناك عدم حيطة واضحة، ثم كانت الطالب باختصار شديد في شهادة شهود الزور التي أوسعت المحكمة لهم الأبواب وفتحت لهم وفرشت لهم السجاجيد حتى انطلقوا يزغردون في سماء شياطين الزور ويلبسون الحق بالباطل والباطل بالحق، ويضيعون على هذه الأمة وهذا الوطن أهم محاكمة وأهم أساس لترسيخ قواعد العدل. فرح الناس أنه لأول مرة في التاريخ يحاكم رئيس، ولكن هذه الفرحة لم تتم حتى الآن بكل واقعية، لا من الدائرة ولا من شهود الزور الذين تواكبوا على شهادة الزور، حتى وصل بهم الزور والبطلان إلى أن قالوا بكل وضوح أن الذي قتل الثوار في ميدان التحرير عناصر أجنبية. لن يقتلهم حسني مبارك ولا حبيب العدلي ولا قوات الأمن المركزية التي دهست الناس وقتلت الناس ولا القناصة ولا القوات الخاصة، إنما هي عناصر من ربما عناصر من الجنون.